واش هادي؟ لا تصدق واش هادي غاتجع لعبك؟ جبد بريكة في الأرض. مستسلم يا إخوان. ولي اسمر اسمر اللون فرحان تيش مع البطل. كنا تبحيرة هذه كنشكر بزاف. بغينا نسمعوا ضربة القوة على حساب المشاهدين باش يسمعوا بشي يفهموا التكنيك مزيان. دابا غنقول عندنا واحد لا قوة لا السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم على في هذا الفلوق. معنا واحد الضيف ثقيل شويه بغيتكم تحملوه. معنا انوار. الحمد لله الثقل ديالي. معنا الاخ شعيب. اليوم عندنا فلوق وان شاء الله تكونوا تخيرمون في سميت بلاج مريزيق اي في شاطئ مريزيق. نتمنى هنا الاعجاب ديالكم. الشرس الشرس العيش عندنا يا الشرس. لا العيش عندنا حنا المغرب شنو هو مانيشا هو داك القوي الغبي. اي قريب دابا المدخل شوية تقريبا شي 300 متر ونشوفو ان شاء الله تعالى. اللهم يسر. هاو الجامع اللي قالك ياك تقريبا قريبة من المسجد. انا كنصور الشريف معليش ياك ها انا كنصور ها هاي اول مدخل ديال شاطئ مريزيقه بالضبط. فراك هي هادو هادي الدخله هي هادي الدخله. صافي بارك الله سير اسيدي على السلامه. هذاك الشوك اخويا اما ضرب هذا عن طريق الصلاه خاصك هذيك هي والو مش عندها مش عندها هي خذ حسنات هاي هيدا ما خسر والو. الانوار يهدو الحسنات. السي انوار كي صاحب الحسنات انوار السعادات صاحب الحسنات خلاص دغيا ودغيا وما تخافش انوار ما لوح دير الاجر ومزيان دي الاجر مزيان دي الاجر. السلام عليكم. واسي انوار ما تخافش ها انوار انتو الاجر هاتشي طلع طلع المهم الاخوان بالنسبه لهذا الشاطئ معروف في هذه المنطقه بانه شاطئ فيه الاحترام وكيجيو ليه عائلات محترمه اللي بغى يجي مع وليداتو مرحبا به وترحب بكم وخا في بلاصه ماشي من ابن المنطقه
لكن كنرتاح في هذه المنطقه بزاف وكنتمنى نال الاعجاب ديالكم. عيد الاضحى انور رواتي شي خروف. عيد الاضحى بزاف بقات عيتي هادي تشوي واحد في هذه الخرجه كيطلع والله الا عادي سير انور راك عندك القوه قلت شوي عندك قوه الاشواك. واخيرا وصلنا للشاطئ. مرحبا بكم من جديد. مرحبا جميع المتابعين ديالي مرحبا بكم. انوار كيفطر مرحبا كتفطر بصحه بصحه وفي الجوع مع تنفس تساري جاع هو اللي بغى يتشي السمك مرحبا به ان شاء الله بحال هاد الحبابي السي عماد والسي انوار كيحاولوا يشعلوا النار بالطريقه البدائيه لا كيف كيدير حالك حالك كاع انوار انوار بحالك كاع انوار نلقي نظره عن القرب واش هادي لا تصدق لا تصدق واش هادي غتشعل هكا جبد بريك من الارض مستسلم مستسلم يا اخوان تعا خليني مغربي على الطريقه المغربيه مرحبا مرحبا اسمر اسمر اللون اسمع هذاك الصباب حسب السكر هذاك نايت في البحر مرحبا بكم ومازال فلوغ مستمر بقوا معنا ان شاء الله في هذه الرحله حتى نرجعوا ان شاء الله للمدينه الجديده شكرا باش ما يخرجوش الاخوان هذا الفلوغ من الفائده واش راه واحد الطريق اللي كيسولوا عليه بزاف هي كيفاش نجيب القوه المهم بالنسبه الى بغيت نجيب القوه هذه البوزيسيون انا واقف هنا هذا هو الخصم مثلا الى بغيت تجيب القوه من هنا غتكون ضربه ضعيفه هي صحيحه ماشي خطا لكن ضعيفه انا واقف بوزيسيون كوش على اليسرى الامام هذه الضربه ماشي خطا هذه صحيحه ولكن قليله شويه في القوه ديالي عفوا بغينا نسمعوا ضربة القوة على حسب المشاهدين باش يسمعوا شي فهم التكنيك مزيان تفهم القوة عندنا واحدة لا لا القوة لا 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 هاد اليمنى كتبقى هنا حدا المشوار حنا مشينا اسكيب السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مازال الفلوق ديالنا ما سالاش حنا في واحد المنطقة مقهى خارجة شوية على سيدي عابد غنوريكم واحد المنظر من هنا من الفوق ديال القهوة
منطقة مطلة على البحر، وفي الجانب الآخر كاين الطبيعة، يعني من بين أفضل المقاهي في هذا الطريق، يعني خارج شوية على مدينة سيدي عبد. السي أنور من بعد التبحيرة كي جاك الصحار احنا الإخوان دابا راجعين المدينة الجديدة، احنا تقريبا حدا في طريق الجرف الأصفر. بصراحة إخواني كنتمنى هذه الجولة تعجبكم، وكإلا عجبكم هذا الفلوغ وبغيتوا مزيد من الفلوغات إن شاء الله نبقى نديروا خارجات المناطق مختلفة، ممكن نمشيو للمدن بعيدة ونعرفكم على هذه المدن وعلى يعني طبيعة الحياة في هذه المدن. يكفي أنكم تخليوا تعليق وإن شاء الله نبقى ننزل لكم حل الفلوغات. شكرا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس.